بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين والعاقبة للمتقين أيها الإخوة أيتها الأخوات سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك ولم يبقى من هذا الشهر إلا أيام معدودة فعلينا أن نغتنم ما تبقى من هذا الشهر وأن نصوم صياما كما أراده الإمام الصادق عليه السلام وهو القائل إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ثم عدد أشياء أخرى غير هذا وقال في نهاية حديثه وَلَا يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِكَ كيوم, كَيَوْمِ فِطْرِكَ إن شاء الله نكون كما أرادنا الإمام الصادق عليه السلام ولو ما تبقى من هذا الشهر الكريم لا زال الحديث أيها الإخوة حول بناء الشخصية وتغيير الشخصية من الحالة من حالة الضعف إلى حالة القوة، وجرى الحديث يوم أمس حول الطاقة السلبية، وذكرنا أول علاج للطاقة السلبية، نعم أول علاج واليوم ننتقل إلى العلاج الثاني. ألا وهو الاستغفار. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كما أن الجسم بحاجة إلى التنظيف بين آونة وأخرى، وكما أن ما تلبسه بحاجة إلى تنظيف بين حين وآخر، كذلك النفس نفس الإنسان بحاجة إلى تنظيف بحاجة إلى أن تدخل إلى رحاب الله كما تدخل إلى الحمام حين تريد غسل جسدك وتستغفر الله الاستغفار هو العلاج الناجع العلاج الشافي الشامل للنفس وطبعا الاستغفار هنا عباده من العبادات بل هو افضل العبادات لانه في هذه العباده عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى اولا تقر له بالعبوديه ثانيا تقر له بالضعف والحاجه نعم وثالثا تقر له بالتوحيد وان الله واحد وهو مرجع العباد هذه العناصر العباديه المهمه موجوده في الاستغفار فهي اذا حاله تربويه الانسان بحاجه الى الاستغفار لتربيه نفسه على التوحيد وعلى العبوديه والاقرار بالضعف طبعا لا يخفى على الاخوه ان تتراكم في اعماق الانسان الهموم والغموم و تتراكم عليه بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، كثير من الانفعالات والشحنات السلبيه، حتى يضيق فيه صدره، تحس كأن هناك جبلا فوق صدرك، إذا أحسست بهذه ال... الهموم وأحسست بضيق الصدر فلا علاج لك إلا الاستغفار. الاستغفار يخلصك من هذه الهموم المتراكبة، هذه الجبال الراسية التي ترسي على صدرك وتحاول أن تخنقك بين حين وآخر وهذا طبعا ربما البعض لمس ذلك خصوصا في الفترات العصيبه من حياته عندما ينزلق لا سمح الله في المعاصي والرذائل تتجمع هذه الذنوب كما تتجمع المياه الاسنه في الاماكن الطاهره النظيفه فيحس الانسان بضيق الصدر و... ويصل به ضق الصدر إلى حالة من الكآبة و... والقلق الشديد والخوف الشديد وربما يصل به الأمر إلى حالة من الانتحار ولا يرى حلا لمشكلته إلا أن يتخلص من الدنيا هنا يأتي العلاج عليك أن تأخذ جرعة جرعة من الاستغفار، الاستغفار هنا يحل مشاكل الإنسان، وهو أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأفضل أوقات الاستغفار عند الذنب، عند ارتكاب الذنب، طبعًا لا شك ولا ريب أن في الأسحار أيضًا الدعوات مستجابة ويتقبل الله توبة الإنسان وربما أيضا من الأوقات المفيدة للاستغفار وفي الأسحار هم يستغفرون في الأسحار أيضا فرصة للاستغفار لكن الأفضل أفضل وقت للاستغفار هو عند قيام الذنب حتى لا يبقى هذا الذنب لا يبقى فتره اطول وتتراكم الهموم من كل جانب وتحاول ان تضيق الصدر وتخنق الانسان نعم فوائد الاستغفار، هناك فوائد كثيره للاستغفار أول فائدة للاستغفار أنه ينقي القلب ينظف القلب كما ينظف الماء الملابس ملابسك كما ينظف الماء جسدك ويخلصك من الأوساخ والأدران نعم طبعا لا شك ولا ريب ان الاستغفار هو من اعمال المؤكده لكل انسان حتى الانبياء وحتى الاولياء هم يستغفرون الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي لا يرتكب المعصية النبي المعصوم الذي لا يأتي منه المنكر فليس هو بحاجة للاستغفار لكن يستغفر الله سبحانه وتعالى فعندنا رواية أن حذيفة بن اليمان كان ذرب اللسان على أهله فخشي أن يدخل النار بسبب ذلك بسبب هذا العمل الذي كان يقوم به فاشتكى إلى رسول الله هذه الخصلة التي فيه كان يضرب اللسان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار نعم إني لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم هذا الذي قال فيه وانك لعلى خلق عظيم هذا حبيب الله اذا كان الرسول يستغفر الله فكيف انا وانت ايها الاخوه فنحن اذن بحاجه الى الاستغفار قلنا ان اول فائده للاستغفار هو تنقيه القلب تنظيف القلب كما تنظف قلبك الصنوبري من بعض الدهون مثلا عند احتشاء الدهون في شرايين القلب نعم كذلك انت بحاجه الى تنقيه القلب من الذنوب والمعاصي وذلك بالاستغفار نعم يقول الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطا خطيئه نكت في قلبه نكته سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه الذنب يتحول الى نقطه سوداء في قلب الانسان وهذه النقطه تكبر تزداد كبرا وتزداد ورما حتى تتسع وتكبر فيحس الانسان بالضيق في صدره هذا الضيق الذي تشعر به ربما اكثر من ضيق الاورام التي تحدث في جسمك هذا ورم الذنوب والمعاصي، هذه النكته السوداء هذه النقطه السوداء التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنكته سوداء فهذه النكته بحاجه الى صقل، بحاجه الى ازاله، بحاجه الى نزع ننزع هذه كيف ننزع ذلك يا رسول الله؟ بالاستغفار فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه هذا نحن بحاجة إلى قلوب صقيلة ليس فيها هذه النقاط السوداء الذين يذهبون للعلاج لعلاج القلب أمراض القلب ويحاولون أن يضعوا في قلوبهم بعض صمامات بعض الأشياء باتري بطارية ما شابه ذلك حتى يبقى هذا القلب مستمرًا في التدفق وبسببه تستمر الحياة هذا القلب أيضًا بحاجة إلى تنظيف بحاجة إلى صقل وصقله هو بالاستغفار وربما هذا الاستغفار أسأل مؤونة من عملية القلب التي يجريها الإنسان يدفع عليه عليها أموال طائلة يذهب من بلد إلى بلد حتى يعمل عملية بكلمة واحدة تتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر ربك وتستغفر ربك بكلمة واحدة كل شيء ينتهي تجرى العملية بشكل كامل لا تحتاج إلى قسطرة ولا شق الصاد ولا شرايين يأخذون من رجلك من أماكن أخرى يضعونها على القلب يستبدع كل هذا لا تحتاج إليه إذا كان هناك قد توجه إلى الله استغفار مع التوجه <applause> يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحاله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الصدا يصدا القلب كما يصدا الحديد وكما يصدا كل شيء القلب ايضا يصدا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، هذه الأعمال تتحول إلى صدى، تتحول إلى غطاء، وتغلّف القلب، تغلّ القلب، نعم، نحن عندنا في تراثنا الإسلامي الكثير من القصص والكثير من الحكايات والكلمات للعُباد يا ليت الإخوة يقرؤون في حياة العُباد والذين يستغفرون ربهم نعم فمنها نذكر بعض الأمثلة نعم أحد العُباد كان يقول ان القران يدلكم على دائكم ودوائكم. طبعا القران فيه ربما الاف من الايات التي فيها كلمه الاستغفار. فيها كل انواع الاستغفار وكيفيه الاستغفار وموارد الاستغفار وفوائد الاستغفار وأسباب التي تدعي توجب الإنسان للاستغفار هذا كله في القرآن الكريم هذا العابد الناسك يقول يقول إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم يبين لنا الداء والدواء أما داءكم فذنوبكم الذنوب هي الداء طبعا القرآن في القرآن ذلك وأما دواؤكم فالاستغفار وسئل أحد العباد قيل له كيف دينك؟ كيف دينك؟ وضعك؟ دينك وعقيدتك كيف حال هذا الدين؟ قال أمزقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار هذا أيضا على أي حال الاستغفار حتى لو رقعه بالاستغفار المهم استغفره واستغفر الله سبحانه وتعالى فأيها الإخوة ونحن أيضا نرتكب المعاصي وبهذه المعاصي نمزق ديننا نمزق انتماءنا لله سبحانه وتعالى نمزق هذه الجسور نقطع هذه الجسور التي بيننا وبين الله فلنعمر هذه الجسور باي شيء بالاستغفار الاستغفار يعمر الانسان يعمل يعمر قلب الانسان يعمر جسور الوصل بين الانسان وبين ربه. نعم، فإذا من فوائد الاستغفار من فوائد الاستغفار هو تنقية القلب. من فوائد الاستغفار غفران الذنوب. الانسان مهما أتى من ذنب عندما يستغفر ويتوب الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما بمجرد ان يستغفر الله تبارك وتعالى يتجاوب يتلقي هذا الاستغفار ويتوب عليه ويغفره ويرحمه إذن بالاستغفار يتخلص الإنسان من الذنوب مهما كان عددها وشدتها في الإنسان نعم هناك مقولة للرسول الأكرم على لسان الشيطان الشيطان اللعين الرجيم الشيطان يقول يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول لله وعزتك يا ربي وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم هذا المهمه مهمتي مهمه الشيطان يقول لله سبحانه وتعالى: مهمتي اغواء البشر ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الرب جوابا على مقولة الشيطان فقال الرب وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروا في مقابل اغواء الشيطان هناك استغفار من العبد والله يغفر لهم، فإذا هذا صراع صراع الشيطان مع الرب والإنسان بينهما، الإنسان بين شيطانه الذي يغويه والله سبحانه وتعالى الذي يغفر له الذي هو مستعد لغفران ذنوبه نعم، فمن فوائد الاستغفار أيضا أن الإنسان يذهب إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بصفحة بيضاء ليس فيها نقطة سوداء سجله أبيض ما في نقاط سوداء نعم، لأنه استغفر الله وما عنده شيء حتى الله يحاسبه عليه لانه صفى امره في الدنيا كل ما عليه من ذنوب ومعاصي صفاها بالاستغفار اغلق ملفه بالاستغفار اغلق ملفه فعندما يذهب الى الله يذهب بملف جديد ابيض وما في اي نقطة ضعف أو نقطة سوداء عن هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هذا اللي كثير الاستغفار اللي عنده عدد كبير من الاستغفار وعملية سهلة يا أيها الأخوة هذا سبحه بيدك وانت في الشارع انت في العمل انت في الطريق تستغفر ربك لسانك يلهج بالاستغفار استغفر ربي واتوب اليه هذه العباره تكررها هذه العباره لا تكلفك ثمنا غاليا ولا تحتاج الى جهد كبير منك مجرد لسان بس لا يكون لقلقه لسان لقلقه لسان استغفار فقط على اللسان لا قيمه له عليك ان تستغفر من القلب يعني اصرار من القلب على ترك المعصيه والتوبه الى الله سبحانه وتعالى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يذهب الى الله سبحانه وتعالى يأتي إلى الحساب يفتحون سجله لا يجدون فيه نقطة سوداء. أنه يجدون في مع كل معصية توبة استغفار وهذه المجموعة الكبيرة من الاستغفار أزالت وأزاحت المعاصي. نعم من الفوائد الأخرى للاستغفار نزول الرحمة. الله تبارك وتعالى يرحم الانسان المستغفر عندنا في الروايات نوح عليه السلام نبي الله نوح عندما تجاهلوا قومه تجاهلوا دعوته ولم يطيعوه الله تبارك وتعالى ابتلاهم نعم بقطع المطر أربعين عاماً، أربعين عاماً أمطار كانت مقطوعة عن بلادهم وأيضاً أربعين عاماً كانت ال لا تلد أربعين عاماً، فعندما جاءوا إلى نوح ماذا نعمل؟ أربعين عام ليس بقليل فترة طويلة لا مطر لا أرحام لا أولاد قال لهم نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفار الاستغفار طريق للرحمة الرحمة الإلهية نعم وعندما جاء الى احد الاصحاب جاءه صحابي يطلب منه ان يدعو له بالولد قال له استغفر ربك جاءه شخص اخر وطلب منه المال ان يدعو ربه بالمال قال استغفر ربك وهكذا كل من جاء وهو محتاج الى شيء كان يقول له استغفر ربك فاذن الاستغفار هو العلاج لكل المشاكل لكل مشاكل الحياه لكل النواقص من مال وجوع وكل شيء نعم فمن فوائد الاستغفار ايضا دخول الجنه يقول الله سبحانه وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار جزاء الاستغفار الجنه ومن فوائد الاستغفار الرزق يقول الامام الصادق عليه السلام إذا استبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار. إذا استبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار. ومن فوائد الاستغفار القوة الحصول على القوة. في الآية الكريمة يزيدكم قوة إلى قوتكم. فوائد كثيرة للاستغفار إن شاء الله سنبين الفوائد الأخرى في الحلقات القادمه من حديثنا حول بناء الشخصيه والحمد لله والصلاه والسلام على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين